السلام عليكم اخوتي، ان شاء الله تكونوا قالب. بس معكم ديزت اسكا في فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على الدخول المدرسي نتاع 2021. انترو. الحاجه الاولى اللي رماركيتها هذا العام في لارونتري سكولار اللي هو التلميذ كيسقسي الاستاذ باش يروح المرحاض، الاستاذ يقول له هكذا: شوفوا يا تلاميذ، ان شاء الله هذا العام انا رايح نكون الاستاذ تاعكم جديد. شيخ، انا وليدي معليش نروح المرحاض. شو دوكا جاك المرحاض نهار الاول، تلت شهور وانت يا في الدار وانت تروح المرحاض، دوكا راك مازال ما شبعت، ما عندك وين تروح، تقعد هنا ما باليش بك، ديرها تحتك. صدمة كبيرة يا والقلب، يا كان دي جاب حيرة قلبي، كان دي جاب حيرة العمر. ومع الدخلة تاع المسيد زدت شفت هكذا با المسيد هو حاجة ما تبدلت فيه. اوه حميد حبيبي، باس اك تبدلت على العام اللي فات، العام اللي فات كنت بلا نواضر، دوكا راك مونطيهم. اوه عبد القادر حبيبي، يا دوكا راك زعما راك باللحية، راك بيان، راك طريبي. اسمع بصح، دبالك تنحي هذيك اللحيه، ما تجوش شرعا في الدين، من السنه ما يجوز لكش تنحي اللحيه. قلبك عامر بالايمان. واه اسكندر انت تاني راه خشان صوتك. ايه واش تحب يا اخو، انا نكبر. هو بصح انت تاني راك نضولك لي موسطاش، راك قادر تعمر بهم خده، وتاني راه طوال شعرك تاني. تا نقول لك حاجة، الله العظيم بالشعر الطويل تاعك قادر تدير به قردون قاع. او ماي جاد، واو. بصح الوقت الشباب اللي تجوزوا في المسيد هو كي تلاقى مع صحابك وتبداو تتفكروا في اليامات اللي فاتوا. فور. اوه حامد حبيبي توحشتك يا اخو. والله ما معنى يا اخو، والله توحشتك. اودي تفاس اليامات تاع سنة اولى وسنة تانية. يا اودي كيف حبيتني ننساهم يا اخو، هذوك اليامات. وش فعلوا داك صاحبنا اللي كنا من داك نعطوه بتربولات؟ والله ما بولت. سيبو خوتي صرف على فيديو، جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو، راهي مهدية لكاع التلاميذ، ونقول لهم بون رونتري. واذا عجبتكم هاد لا فيديو بارطاجيوها، واذا ما عجبتكمش بارطاجيوها، اون سي جامي تعجب صحابكم. وما تنسوش تابونيو فلاش اليوتيوب وديروا لنا جيم وتاكتيفوا لا كلوش باش يجيكم كل جديد. كان معكم ديزت اسكا، سلام. ويلي ويلي، انا خايف هاد لا فيديو تشوفها المعلمه تاعي وتنقص لي نقط.